الحين انت شفت اي حركه غريبه قبل صوت اطلاق النار؟ ايوه ها؟ ايوه شفنا حركه غريبه على يعني على ظهري، سمعت زي الدربكه ايوه وشفت زي المقاومه وبس وطلق النار. وشلون المقاومه؟ يعني كان في اشتباك وكذا، كان في ناس في 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 كان اشتباك. نعم وشلون كانوا يعني ورا ظهرك؟ كان قريب منك يعني؟ يعني تقريبا طاولتين ورايا. اوكي، بعدك بطاولتين. طيب هذاك الاشتباك يعني كان له علاقة بالشخص اللي اطلق النار؟ ما احنا حسبنا انه في يمكن يعني زي ما تقول مضاربة ولا في خلاف بين او مشاجرة بين اثنين ولا شيء وحتنتهي. طبعا لكن بعد طلق النار انبطحنا كلنا على منطقة الاستراس اللي هي الشرفة هذه. اوكي طيب، يعني بس انا عشان باخذ يعني المعلومة بالتفصيل، بالاشتباك كان مع هذا الشخص ولا كان يعني ما له علاقة؟ طيب إذا هم اشتبكوا معه، هل اشتبكوا معه لأنهم اشتبهوا فيه؟ طيب إذا اشتبهوا فيه كيف تمكن من إطلاق النار؟ يمكن عشان كان حامل سلاح. أوكي أوكي طيب، ليش طبعاً أي تفضل تفضل. فأقول لك في هذه اللحظة أنا بزيد إنه ما كان شخص، كانوا شخصين. أوكي، شخصين اللي أطلقوا النار؟ انه بعد ما انبطحنا فبسمعنا من خلفي على اليسار صوت وبعد شويه هدوء من على اليمين. اوكي، فكانت وشفت الشراره برضو من عند اليمين. طيب ليش الضحايا كانوا بهالكثره؟ يعني السلاح اللي كان معه سلاح رشاش؟ سلاح رشاش غير متوقف. انا كنت يعني بقول لزوجتي لا تخافي حيخلص المشط عليه، كلها 21 ولا 23 طلقة وحتوقف، لا تخافي حيخلص. يا سلام. طيب